في هذا السياق نسوق لكم ما المحن لمحامي تحدى الإعاقة ونجح في مهنة المحاماة، مهنة وصفت بمهنة المتاعب. هذه المحكمة يرتادها محمد أمين بن يوسف من حاملي الإعاقة، يقضي يومه متنقلا بين محكمة وأخرى ومكتبه، ممارسا لمهنة المحاماة التي أحبها تحقيقا لهدف ينشده. أنا حاولت من خلال دخولي إلى عالم القانون أني أعرف ما هي حقوقي، حتى ما نكونش جاهل في دولة متقدمة، في دولة حضارية، وبالتالي باش نجم نتمكن من الدفاع على حقوقي وعلى حقوق الأشخاص اللي حاملين الإعاقة. ملامح محمد أمين بن يوسف لا تقف عند حد، بل تسير في تصاعد مستمر، آخرها حصوله على درجة دكتوراه في القانون، إضافة إلى نظم ديوان الشعر. نجاحات مهنية وعلمية وإبداعية متنوعة. دور والدته كان مفصليا في هذا الجانب. قري فيه في الدار كي تلمذ الكل، فهمت؟ وهو تمشى معايا حتى معناتها تجاوزنا المرحلة الابتدائية والثانوية، وصل للجامعة ويكتب في الشعر بويزي فرانسيز، فهمت؟ دو لا فغي ليتيراتور فرانسيز، فهمت؟ كمل توا الديوان نتاعو، مازال كان على النشر واحنا ديما مواصلين. تميز فريد لمحمد أمين بن يوسف الأستاذ في القانون والدكتور والشاعر في رحلة إنسان تعددت مسافاتها وتحدى صعابها بامتياز.